مهندس خالد، بما اننا بنتكلم عن العالميه يعني، مهندس خالد مرتجي النهارده دايما نقول لك ايه، وزير خارجيه النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي وامين صندوق النادي الاهلي والمنسق العام لبعثه النادي الاهلي في مونديال الانديه، اتكلم في دبلومه الفيفا لتطوير الانديه ممثلا للنادي الاهلي. بما اننا بنتكلم بقى عن العالميه ووجود النادي الاهلي في كل المجالات، في قناته زي ما حضراتكم شايفين، في بعثته زي ما حضراتكم شايفين، في اسلوبه، في طريقته، في كل شيء، وذلك كان النهارده في حضور ممثلي اكبر الانديه العالميه مثل ليفربول واليوفنتوس واياكس واودينيزي والعديد من الانديه الاوروبيه التي قامت جميعها بالحديث عن تجربتها مع كره القدم والاساليب اللي انتهجتها حتى تبوأت تلك المكانه المميزه عالميا. المهندس خالد مرتجي تكلم عن نشأة النادي الأهلي وتاريخه وبطولاته وأرقامه القياسية وقياداته وكيف انتقل إلى نادي محترف من الدرجة الأولى على كافة المستويات، وتطرق في الحديث عن الجانب التسويقي والاستثماري وكيف نجح الأهلي في أن يعتمد على روافده الأساسية وشعبيته الجارفة في كل أنحاء العالم. الحقيقة المهندس خالد مرتجي النهاردة زي ما حضراتكم شايفين وصور من هذا الحدث، حاجة عالمية، حاجة رائعة، حاجة جميلة جدا. المهندس خالد مرتجي هو الصوت العالمي يعني هو المختص بالملف في الخارجي للنادي الأهلي، يعني هو اتكلم على كل نقاط كثيرة جدا، وده اللي بيوضح قد ايه ان حتى جزء الرعاية كيف يكون الرعاية هم اللي يسعوا للتعاقد مع النادي الأهلي، وده شيء مهم جدا. نتكلم على النقطة الاستثمارية. كمان المهندس خالد تحدث عن تاريخ النادي الأهلي الكبير من 1907 وعلاقته كمان بجماهيره. والحقيقة زي ما بنتكلم المهندس خالد مرتجي زي ما بنتكلم كل واحد في تخصصه، والحمد لله كل التخصص ده على المستوى الدولي، يعني هو في وجود ليفربول وأودينيزي وأياكس أمستردام، كل ده كانوا موجودين، والمهندس خالد مرتجي بيشرح تاريخ النادي الاهلي وكيف النادي الاهلي بيبني يعني على المستقبل. كمان اتكلم عن المستقبل بشكل اكتر من رائع، عمليه تطوير المنشآت، عمليه تطوير كمان قطاع الناشئين، وازاي النادي الاهلي الفتره اللي جايه باذن الله هيكون عنده كوادر من اللاعبين المميزين اللي يمثلوا بلدهم، يمثلوا النادي الاهلي، ويكون عندهم كمان فرصه للاحتراف الخارجي. الحقيقه كل دوت في اطار زي ما اتكلم اطار العالميه، صحيح تتكلم في اطار العالميه على مستوى فريق كره القدم، على مستوى مجلس الاداره، وتواجد طبعا المهندس خالد مرتجي.